السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في برنامج جيمنيستكس فور إيفر. طبعا المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن المحتوى بتاع البرنامج واتكلمنا ازاي هنتكلم على الجمباز. المرة اللي فاتت طبعا احنا اتكلمنا، انا اديت انترو كده بسيطة جدا، احنا مين وبنقدم ايه بالظبط. طبعا احنا هنتكلم عن القانون الدولي، بس هنتكلم عليه بشكل مبسط شوية. الموضوع كله لا هو صعب ولا هو سهل، انا بس محتاجك تركز معايا شويتين. سواء كان ولي امر او مدرب او لاعب، عايزين نفتح الكود. انت هتلاقي اللينك بتاع الكود موجود في اليوتيوب، هو اسمه كوب ماج، او كوب ممكن تخش على جوجل تكتب كوب ماج 2017 2020. طبعا ما نزلش بعديه حاجه، كنا احنا مستنيين الكوب ماج بتاع من 20 ل 24 او من 21 ل 24، بس اهو بقى اللي حصل بتاعت الظروف بتاعت الكورونا. المرة اللي فاتت احنا طبعا انا اديت انترو عننا احنا مين والكلام ده. انا بس نسيت اذكر حاجة، انا غير ان انا مدرب انا كنت لاعب سابق لحد الدرجة الاولى. طبعا انا اسمي مؤمن مجدي، والدي كابتن مجدي حافظ، كابتن مجدي مدير فني لمدة 25 او 26 سنة في نادي طنطا، هو احد مؤسسين النادي طبعا في الجمباز، واحد من مؤسسين الجمباز في مصر. طبعا اخدت منه خبرة كبيرة جدا. اللي كان يعني بيسأل ان انا ازاي اقدم حاجة زي دي او حاجة كبيرة زي دي، كابتن مجدي اشتغل في ألمانيا اكتر من 4 سنين، خد خبرة كفاية. يعني الحمد لله انا بتعلم منه كتير لحد النهاردة، والحمد لله في خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا انا قدرت الخص الكود بشكل كويس. ان شاء الله احنا النهاردة هنتكلم عن جهاز الارضي بالذات. قبل ما نتكلم على جهاز الارضي، عايز حضرتك تفتح الصفحة رقم 36 بارت 3. بيقول ايه بارت 3؟ الاباراتوس. ايه هي الاباراتوس؟ الاباراتوس دي هي عبارة عن الاجهزة. احنا عندنا كام جهاز في الصبيان؟ عندنا 6 اجهزة في الصبيان. ايه هما ال6 اجهزة اللي في الصبيان؟ عندنا طبعا حاجة اسمها فلور اكسرسايز. الفلور اكسرسايز ده اللي هو الارضي. البومن هورس. البومن هورس هو حصان الحلق. ده طبعا هيظهر مع المدربين في خلال من اول 13 سنة وانت طالع، هتبدأ تلعب على حصان الحلق اللي بجد، مش بقى المشروم ولا حصان الحلق بحلقة واحدة ولا الكلام ده ولا الميجير حتى. انت عندك حصان الحلق اللي بجد اللي بحلقتين، بعد كده عندك الرينجس. الرينجس ده اللي هو الحلق. الفولت تيبل. الفولت تيبل دي اللي هي الحصان القفز. البارالل بارز المتوازي. الهوريزونتال بارز هي العقلة. بعد كده هنخش على سيكشن 10. سيكشن 10 الفلور اكسرسايزز، الدايمنشنز بتاعته هي 12 في 12. بعد كده هتخش على الارتيكل 10.1. انا بس عايزك تركز كويس قوي في خلال الفترة اللي جاية لحد ما نخلص الموضوع بتاع الاي جيري والدي جيري. قبل ما نتكلم في الموضوع ده، يعني ايه اي جيري؟ ده الحكم بتاع الاي سكور. الدي جيري الحكم بتاع الدي سكور. طب ايه هو حكم الاي سكور؟ طبعا حكم الاي سكور ده هو مجرد حكم بيخصم على بالبلدي كده على الركب والمشوط. ده انا بقولها لك بشكل مبسط قوي، على الركب والمشوط. طب ايه حكم الدي؟ حكم الدي ده بتاع الديفيكالتي، ده اللي بيمسك الحركة ويكتب الرمز بتاعها ويبدأ يجمع الحركات. طب يا كابتن مؤمن، احنا عندنا بعد كده ايه كمان؟ في حاجة مهمة جدا قبل ما نخش على الحتة دي، احنا عندنا على كل جهاز 4 مجاميع. يعني ايه مجموعة؟ 4 مجاميع يعني خلال ال4 مجاميع دول في كذا نقطة. المجموعة مثلا الاولى واخدة حركات معينة، المجموعة التانية واخدة حركات معينة، المجموعة التالتة واخدة حركات معينة، المجموعة الرابعة واخدة حركات معينة. لازم اللعيب يعمل في كل مجموعة على الاقل حركة. ده على الاقل في اللعيبة بتاعت الناشئين بيعملوا 8 حركات. مين الناشئين؟ الناشئين دول اللي هم الدرجة التانية. طب مين اللعيبة الكبار؟ اللعيبة الدوليين اللي هم الدرجة الاولى. طب التمن حركات المطالب ان هو يعمل 8 حركات، على الاكثر على الاكثر محتاج 5 حركات، بيعمل 5 حركات من المجموعة. ده على الاكثر، بحيث ان هو لو عمل 5 حركات من المجموعة هيتبقى له 3 حركات، انت فاهمني، من المجموعة مثلا التانية والتالتة والرابعة. لكن ما ينفعش يعمل 6 حركات من المجموعة، ده فوربيدن، ده ممنوع، وهيتخصم له لو عمل كده، لانه كده هياخد نص درجة خصم من الديسكور كمان.
فحضرتك انت لو عملت المتطلبات 4 مجاميع، خدت من ال4 مجاميع وعملت ال8 حركات، هتاخد درجتين غير مجموع حركاتك. هنتكلم في الموضوع ده كتير النهاردة. انا مش تركيزي خالص ان انا احكم، تركيزي كله مبني على الفلور النهاردة. في بقى سيكشن 10 فلور اكسرسايز، احنا قلنا ان الدايمنشنز بتاعته يعني ابعاده 12 في 12. ارتكل 10.1 الاكسرسايز ديسكريبشن بتاعت الارضي، هو مكون من اكروباتيك اليمنتس. يعني ايه اكروباتيك اليمنتس؟ اكروباتيك اليمنتس دي يعني حركات اكروباتيه. يعني ايه؟ كمدرب اللي ما يعني اللي بس الحرق الكلمه صعبه عليه، الاكروباتيك اليمنتس حركات اكروباتيه، يعني زي الباك هاند سبرينج اللي هي الباك دايف، الهاند سبرينج، الهاند سولتو، الباك هاند سبرينج باك سا، السكهارا، الفولين باك، الفولين فول، الكلام ده كله. بعد كده هو انا الاكروباتيك اليمنتس دي بضمها على حركات بقى من الجيمنيستيك اليمنت. يعني ايه جيمنيستيك اليمنت؟ يعني عناصر بتاعه جمباز زي الاستاتيك، زي مثلا الكروس، زي البلانش، زي البريس بالانس، كل ده جيمنيستيك اليمنت. وحركات بقى فيها فليكسبيليتي، جروند كور، الحاجات دي كلها. هو ده الجهاز بشكل مبسط قوي. احنا عايزين نوصل لمجرد ان انت تبقى عارف الجهاز بيتكلم عن ايه. الموضوع كله ان انت بتتكلم عن اكروباتيك اليمنت موجوده مع ايه؟ عناصر بتاعه جمباز. ايه عناصر الجمباز؟ زي ما قلنا حركات فيها فليكسبيليتي، جروند كور، بريس بالانس، بلانشوت، كروسات، فلانكا، راشينات، توماس، شغل الفلوريت، كل ده هو الايه الاستاتيك بتاع الجمباز. الاكروباتيك اليمنت زي ما قلنا السكهارا، فولين باك، فولين فول، دبل لاي اوت اللي هي دبل ستريت، دبل سالتو، كل الكلام ده اكروباتيك. لو في اي مشكلة انا ارجو بس انك تكتبها في الكومنت وانا ارجع اعيد الفيديو من الاول لو عايز. بعد كده في سيكشن 10.2 انت عندك الكونتنت والكونستراكشن. يعني ايه الكونتنت والكونستراكشن؟ يعني الجهاز متكون من ايه ومحتوى ايه. في 10.2.1 الانفورميشن اباوت الاكسرسايز. طيب انا عايز المعلومات عن الحركات دي ازاي، او احنا هنتعامل مع الجهاز ازاي. معايا بقى وركز، معايا بقى وركز، انا هترجم على طول. انت حضرتك عندك القانون لازم تبقى فاتحه قدامي عشان انا ممكن اغلط، فعادي جدا ان انت ممكن تصحح لي. فانا هتكلم على طول وانا كده كده مترجم الموضوع كويس. بيقول لك ان لازم اللاعب يبتدي في مساحة الجهاز. يعني لازم اللاعب يبتدي في مساحة الجهاز؟ انت عارف ان الارض 12 في 12 متحوط من حواليه خطوط حمراء. لو حضرتك شفت الارض دي، انت كده كده لو كتبت فلور اكسرسايز على جوجل هتلاقي فلور اكسرسايز ان جيمانيستكس، هتلاقي الارض دي قدام حضرتك. جيمانوفا عامله اللي هو الفلور نفسه الدايمنشنز بتاعته اللي هي 12 في 12 هتلاقيها ابيض، وهتلاقي الخطوط اللي حواليه احمر. فطبعا بيقول لك ان لازم اللاعب يبتدي في مساحه الجهاز، واول لما اللاعب يلمس الارض ويبدا يتحرك يبدا من هنا التخصيم. تاني نقطه، اللاعب مطالب تماما ان هو يعمل الحركه اللي هيكون فيها في خلال سلامته الشخصيه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اللاعب يطلع يعمل حركه هو مش ضامن هو هيعملها او لا، لان حتى احنا كمدربين بنتحذر اللعيب اللي ما بيعملش الحركة ما يعملهاش. يعني الدنيا مش هتنهد، الدنيا مش هتنهد علينا. حتى انت لما تطلع من البطولة وتيجي ولية امر تقول لك يا كابتن اصله ما عملش، يا كابتن اصله عمل، انت بتحافظ على اللاعب وعلى سلامته الشخصية. مش مهم بقى البطولة تولع البطولة، الموضوع مش انت مش في بطولة كاس العالم. انا لو في بطولة كاس العالم واللاعب بتاعي مش جاهز مش هطلعه بالحركة. فبيقول لك تماما يعني ده موجود في القانون بتاع حضرتك ان اللاعب لازم يكون واثق تماما ان هو يقدر يعمل الحركه، ولازم تكون تكنيكيا نظيفه وعلى درجه عاليه بالكفاءه. تالت نقطه، كل الحركات اللي اللاعب بيأديها لازم تكون في مساحه الجهاز، ده شيء طبيعي، واي حركه هتكون في الخارج مش هتتحسب من قبل الدي جيري. يعني حضرتك انا لو عملت الحركه، لو عملت باك هاند سبرينج ونزلت بره الجهاز الحركة مش محسوبة، أو عملتها بره الجهاز الحركة مش هتتحسب، وهيتخصم عليها كمان من الإي جيري. إحنا اتفقنا إيه هو الإي؟ حكم الإي هو الحكم بتاع خصومات المشاط والركب والتاني الدراع تاني الإيد، إيه الكلام ده كله. حكم الدي هو الحكم بتاع الدي سكور أو حكم الديفيكولتي.
في النقطة دي احنا هنتكلم عن مساحة الأرضي واضحة قدامك ومتعلمة، زي ما قلنا جيمانوفا بتعلم بالأحمر والأبيض، عندك شباط بتعلم بالأبيض والأزرق، فحضرتك الحاجات دي واضحة قدامك. انت عندك حكم الخطوط عينه عليك، انت عندك حكمين على الخطوط قاعدين دياجونالز كده، في حكم قاعد هنا تمام وحكم قاعد هنا، يا ريت يكون واضح. الحكمين دول لو شافوا حضرتك طلعت بره او لمست الخط بيقوموا منبهين على طول، بيدوا اليرم للدي لحكم الدي، يقولوا له في حاجه غلط حصلت، وهو بقى من خلاله هو بيبدي رايه. بعد كده كل نهايه اكروباتيه للاعب لازم يعمل كنترول عليها، وهم طبعا ماشيين بالكرياتيريا دي، لو عمل لاند او لمس برجل واحده في الخارج بيتخصم له عشر، طيب لو لمس بكل رجله او بايده يتخصم له ثلاثة، نزل بكل جسمه بره ثلاثة، لو الحركه كلها اتعملت بره الجهاز. شوف بقى التدقيق في الحته دي مهم جدا، لو اللاعب عمل الحركه كلها بره الجهاز بتتلغي الحركه تماما. لازم انت تكون فاهم الجزء ده كويس جدا، لازم يبقى عندك وعي ولازم تكون مفهم اللاعب بتاعك يعني ايه خطوط. خلينا نتكلم عن الراوند باك هاند لانها سهله. الباك دايف لو عملتها بره الجهاز، يعني انا لو عملت الراوند وعملت الباك دايف بره الجهاز، المفروض حكم الدي مباشره يلغيها. حكم الدي ده يا جماعه يعني رئيس اللجنه عندنا في مصر، اسمه رئيس اللجنه. ننتقل للمرحله الثانيه، لو اللاعب خد ستيب او موف بره الجهاز، يعني هو بالظبط بالظبط عمل كده، هو نزل مثلا من الباك هاند سبرينج طلع ورجع بالظبط، ما بيتخصملوش حاجه، لان هي بتبقى بيقول لك ان دي ردة فعل او عمل كنترول زياده على الحركه، خد الستيبنج ورجع تاني. لو في اي حاجه ارجو ان هي تتكتب في الكومنتات. بعد كده اللاعب ليه 70 ثانيه، ما ينفعش اللاعب يتخطى حاجز ال70. وبعد لما بياخد ال70 ثانيه دي في كل جمله الارضي بياخد ال70 ثانيه، سواء اللاعب ده كان ناشئ او اللاعب ده كان لاعب درجه، لاعب ناشئ قلنا ان هو لاعب درجه تانية، انا بكررها تاني، لاعب الدرجه الاولى اللي هو اللاعب الدولي ليك 70 ثانيه. وعندك حكم بتاع التايمر، الحكم بتاع التايمر ده اول لما بنوصل 60 ثانيه بيدي اليرم للاعب، بيسمع صوت كده. لو حضرتك بتتفرج على اللعيبه الدوليين وهما بيعملوا الجمله هتلاقي كده صوت بيطلع بعد 60 ثانيه، لو حضرتك خدت بالك تلاقي صوت بيطلع، صوت كبير بيطلع بيحس ان اللاعب بيتنبه ان هو عدى حاجز الستين، يبدأ من هنا ان هو يلحق يخلص حركاته. الارضي لازم اللاعب يوصل من كل الاتجاهات، يعني ايه؟ الارضي فور كورنر، اربع كورنرات. الاربع كورنرات اللي احنا بنتكلم عليهم هما فور دياجونالز، زي ما انا ماسك كده الورقة دي، ركز بقى معايا، انا مثلا بدأت من هنا خدت ده، لازم اروح هنا واخده، ولازم ارجع تاني، ولازم من اللي انا روحته ارجع. يبقى كده هو خد واحد اتنين تلاتة اربعة، لازم تروح للاربعة كورنر بتوعك تمام. ازاي؟ دي جملتك، اتصرف فيها زي ما انت عايز، مفيش اي عدد من خلال ان انا اروح وارجع في الكورنرز، يعني انا ممكن اروح وارجع 100 مرة انت حر، بس المهم ان انت تعدي على الاربعة كورنرز بتوعك، ولو ما عملتش كده هيتخصم لك 3 اعشار من حكم الدي. وده جزء مهم، في ناس غلطت فيه كتير جدا، ناس غلطت في الموضوع ده. بعد كده غير مسموح للاعب ان هو في اكتر من ثانيتين، اكتر من ثانيتين وهو داخل حركه اكروباتيه، يعني ايه؟ يعني حضرتك مش مسموح فيه ان هو يقف اكتر من ثانيتين وهو بيعمل كروس، مش وهو بيعمل بلانش، لا، وهو واقف على رجله كده وهو بيستعد وهو داخل حركة أكروباتية. يعني إيه حركة أكروباتية؟ زي ما قلنا فولين باك، دبل لاي أوت اللي هي دبل ستريت، دبل فرونت سولتو، باك هاند سبرينج، كل دي حركات أكروباتية. هو اللاعب ما ينفعش يقف أكتر من ثانيتين، أنت يا دوب خدت نفسك تطلع على طول على الحركة بتاعتك. كل نهاية أكروباتية للاعب لازم يعمل عليها كنترول، ويبقى كنترول محترم. يعني هو أنت حضرتك لو شفت يوشيمورا، يوشيمورا ده يعتبر التوب بتاع الجمباز في عصرنا الحالي، يعني اللاعب لازم ينزل هوب يعمل كنترول على جسمه، ما ينفعش ان هو ينزل يقعد يتحرك ويتنطط. طبعا احنا عندنا في مصر ما شاء الله على اللعيبه بتاعه 9 سنين و10 سنين و11 سنه
بيطلعوا يجروا. الحتة دي مهمة، ان هو اللعيب يتعلم الكنترول بتاعه. بعد كده نهاية الجملة لازم تنتهي بحركة أكروباتية زي ما قلنا. يعني ايه حركة أكروباتية؟ وبالذات للعيبة الناشئين، بيقول لك ان لعيبة الناشئين زي لعيبة الدرجة الأولى لازم ينهوا بحركة أكروباتية. اللاعب لازم يستخدم خطوات جمالية للف والدوران. يعني انا مثلا استخدم طعن وانا مثلا خلصت في الكورنر ده داخل على الكورنر التاني، استخدم جومبينج 180، استخدم حاجات شكلها كويس شكلها نظيف، مش اقعد اخد خطوات واتنطط ومش عارف انا رايح فين. لا، انت هو اللاعب لازم يتعلم الحتة دي، لازم يتعلم ازاي يخش من بعد لما يخلص الحركة، لازم يتعلم يخش ازاي يروح على الضلع ده، ازاي يروح على الضلع التاني، ازاي يروح على الكورنر ده، وهكذا. بعد كده التخصيم بتاع الاثيتكس والاكسكيوشن جزء مهم جدا. الايرورز في السالتو سبير اليمنت. يعني ايه الايرورز في السالتو سبير اليمنت؟ يعني حضرتك انا لو حصل لي الحكم بتاع الاي دلوقتي، انا بعمل مثلا هاند سالتو ورجعت عملت سالتو مثلا، او رجعت عملت سالتو ستريت، وعندي في جزء السالتو الاولاني في خصم، مش هيخصم تاني على السالتو التانية، هي مرة واحدة. يعني انا مثلا اديت 3 اشارة على السالتو الاولانية، مش هخصم تاني، هو بيتخصم له على الحركة بس. ما ينفعش ان هو في كل سالتو اللاعب بيعملها يخصم عليها. والكلام ده موجود في البومل اللي هو حصان الحلق، اللاعب بيتخصم له على الفلانك، هو شاف ان الفلانكة وحشة اتخصم له على الفلانك، خلصنا تمام. ما بيتخصملوش بقى على كل الفلانكات رايح جاي، لو هو اتخصم له على كل الفلانكات رايح جاي هيجيب صفر، هو بيتخصم له على الفلانكة واحدة، يعني فلانكة بير ايليمنت او السيركل بير ايليمنت بس. لو دخل مثلا ايليمنت حاجة زي الفلوب على حصان الحلقة هنتكلم فيها بعدين وهنفهم مع بعض الموضوع ده بعدين كويس جدا ان شاء الله، ما بيتخصملوش عليها كده، هو لا هو بيتخصم له على الفلانكة. وبعد كده بنبدأ نشوف حركات تانية ممكن نخصم فيها. احنا دلوقتي بنتكلم على الارضي، فاحنا بنتكلم ان هو بيتخصم له على بير اليمنت، على كل حركة. يعني هو خد السلطة بس، هو هي مرة واحدة وانتهينا. بعد كده في 10.2.2 ده بتاع الدي جيري مش هنتكلم عليه، احنا هنأجل بس شغل الدي، لان شغل الدي تقيل شوية وهو بيتكلم قوي داخل في التحكيم قوي، فانا هسيبه بعدين. طبعا انا هتكلم عليه، انا بقولكش انا مش هتكلم عليه، انا هتكلم عليه كويس، هنتكلم عليه بس بعدين بعد لما نفهم الحركات شوية، وبعد ما نخلص المجموعة الأولى بالذات إن شاء الله أنا هتكلم على موضوع الدي قبل ما أبدأ في الأكروباتيك إليمنت. في 10.3 ركز معايا، إحنا دلوقتي في 10.3 سبيسيفيك ديدكشن فور الفلور إكسرسايز، يعني الخصومات بتاعة الفلور، الخصومات بتاعة جهاز الأرضي. طبعا في دي جيري وفي اي جيري، لو حضرتك واخد بالك أنا دلوقتي ماسك الاي جيري، هتلاقي عند حضرتك جدول كبير مكتوب عندك الايرورز سمول، مكتوب عند حضرتك على ايدك الشمال مكتوب ايرور، مكتوب سمول، مكتوب ميديوم، مكتوب لارج. عندك حاجه اسمها انسفيشنت، انسفيشنت هايت. يعني ايه انسفيشنت هايت؟ يعني الارتفاع. سفيشنت هايت فور اكروباتيك اليمنت يعني ايه؟ يعني الارتفاع بتاعت الحركات الاكروباتيه مش عالي كفايه. اللي قاعد قدام حضرتك مش حكم نستهين بيه، الحكم اللي قاعد قدام حضرتك حكم كبير فاهم هو بيعمل ايه كويس. فعند حضرتك في الانسفيشنت هايت عندك حاجه اسمها سمول، عندك حاجه اسمها ميديوم، عندك حاجه اسمها لارج. في السمول بنخصم له 1 من 10، يعني الارتفاع صغير، يعني حاجه صغيره 1 من 10. في الميديوم بنخصم له 3 من 10، مفيش لارج. بعد كده نقصان المرونه في الاستاتيك، في الثباتات عندك في جراند كار مثلا ممكن يكون بعيد عن الارض، بريس بالانس مايل بكتفه قوي، فدي كلها نقصان في المرونه. من سمول لميديوم 1 من 10، 3 من 10. الحركات اللي فيها دحرجات من غير سبورت هاند، الحركات دي الرول اوت اليمنت، اسمها الرول اوت اليمنت. الرول اوت اليمنت دي هنتكلم عليها قدام. الحركات دي بيتخصم 3 من 10 لو لمس الارض بايدين الاتنين بالباك بتاع الايدين من غير سبورت. لو ما عملش سبورت بايده وهو بياخد الحركه نص درجه، وده خصم كبير جدا موجود. رول اوت اليمنتس هنتكلم عليها وهنتكلم على الجزء ده بالذات قدام شويه. بعد كده التوقف لمده، اتكلمنا عن الموضوع ده ان انا اقف اكتر من ثانيتين قبل الحركه الاكروباتيه، ده طبعا غير مسموح بيه، بيتخصم عشر عليها.
وطبعا حضرتك انت مثلا لو عندك 8 حركات، يعني نقول 6، هناخد 6، هناخد مثلا حركتين من المجموعة الأولى يا سيدي، عندنا 6 وقفت كل مرة أكتر من ثانيتين، أدي 6 عشار كاملين اتخصموا لك من الإسكور، ودي مصيبة. عدم التحكم في اللاند، احنا قلنا الانكنترولد، ان انت بيحصل لك انكنترول، انا مثلا نزلت وقعدت اتحرك، الكلام ده صعب جدا، لو حصل لي هتبقى مشكلة، هتبقى مشكلة للاعب. انا بكلم لاعب دولي او بكلم لاعب عن تحت الدرجة التانية او الدرجة الاولى او ايا كان اللاعب اللي انا بكلمه، لازم كوتش او الهيد كوتش لازم يكون عنده وعي كامل بالموضوع ده، في خلال ان السمول بيتخصم لك عشر، لو عملت بس خطوة او عشر خطوتين ثلاثة توصل للميديم، توصل لتلات اعشار، لو نزل واقع على الارض بيتخصم لك درجة، وده اكبر خصم موجود في الجمباز. طبعا الخطوات اللي ملهاش لازمة بيتخصم عليها، كل خطوة بيتخصم لك عليها عشر. لو عملت جامب وطلعت بره الجهاز في حركات السالتو بالذات بيتخصم لك نص درجة. طبعا احنا عندنا 4 مجاميع، يعني لسه انا متكلم على الكلام ده من شوية، احنا عندنا 4 مجاميع في كل جهاز. ال4 مجاميع اللي في كل جهاز، مجموعة اولى، مجموعة تانية، مجموعة تالتة، مجموعة رابعة. تقريبا المجموعة الرابعة دائما وابدا هي مجموعة النهاية. ال6 اجهزة، المجموعة الرابعة هي مجموعة النهاية الحركية. احنا بس هناخد الموضوع واحدة واحدة، زي ما قلت لك احنا باذن الواحد احد هنتكلم عن 5 حركات 5 حركات، بعد كده ممكن نتكلم على 3 3 لما الموضوع يطول مننا قوي. نبدأ بالمجموعة الأولى. يعني ايه المجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى دي هتلاقي فوق على ايدك الشمال حاجة اسمها EG1 non acrobatic element. يعني ايه non acrobatic elements؟ يعني حركات غير اكروباتية، حركات بعيدة عن الباك هاند سبرينج، بعيدة عن الباك دايف، بعيدة عن الهاند سبرينجات، بعيدة عن السالتوس، بعيدة عن كل الكلام ده. والحركة هنتكلم عليها الزاوية بريس بالانس، هو مكتوب عند حضرتك كده بالظبط: From hand stand to lower to L sit or to straddle L sit. من الاخر يا جماعة، انا واقف هاند ستاند، الهاند ستاند اللي انا واقفه، خلي بالك معايا كويس قوي، الهاند ستاند اللي انا واقفه ده بنزل منه زاوية، تمام؟ أو الهاند ستاند اللي أنا واقفه ده بنزل منه زاوية فتح، يبقى يا بنزل منه زاوية فتح، يبقى أنا واقف هاند ستاند، يا بنزل منه زاوية فتح، يا بنزل منه زاوية ضم. الأول يعني إيه هاند ستاند؟ أو الهاند ستاند ده بيعتمد على إيه؟ الهاند ستاند ده مهم جدا 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 في الجمباز. يعني أنا بص بقول لك تقريبا هو مفتاح الجمباز، الهاند ستاند لأي لاعب او لاي مدرب، الهاند ستاند الفيرست اوبشن هو بيعتمد عليه، هو الهاند ستاند ده الاول حركه انت المفروض تعلمها في الجمباز اصلا، الهاند ستاند ما ينفعش تستغنى عنه، سواء بارل بار اللي هو المتوازي، سواء هوريزونتال بار العقله، حتى الهاند ستاند داخل في السيركل في الفلانكه، شده الجسم بتاعت الفلانكه نفسها جايه من الهاند ستاند، معتمد اعتماد الارضي اعتماد كلي على الهاند ستاند، العقله اعتماد كلي على الهاند ستاند، المتوازي اعتماد كلي على الهاند ستاند، موضوع الهاند ستاند ده مهم جدا. طب احنا عشان نحسن هاند ستاند لازم نعمل ايه؟ الاول انت لازم تعرف انت عندك كام وضع، انت حضرتك عندك 3 اوضاع، ال3 اوضاع اللي احنا بنتكلم فيهم دول، وضع اسمه الهولو. يعني ايه هولو؟ يعني صدري جوه كده بالظبط، بالظبط زي ما انا عامل. طب وضع الارشنج، ده الارشنج اهو. طيب الوضع التالت الستريت اهو بالظبط. يعني ايه ستريت؟ يعني جسمي مفرود. ستريت يعني ستريت لاين. يعني ايه ستريت لاين؟ ستريت لاين يعني خط، خط. طب هولو اهو، هولو بقفل صدري، اللي هو احنا بنقول للعيب اقفل صدرك، اقفل صدرك، اقفل صدرك. طب يعني ايه اقفل صدري؟ يعني كل جسمي يبقى عامل شبه الشكل ده بالظبط اهي. طيب يعني انا بعمل ايه بقى في البالانس، او بعمل ايه في الهاند ستاند؟ بعمل هولو ستريت، الجزء من الهب لحد المشط ده ماسك ستريت، وده اسمه الكور. اسمه ايه؟ الكور بتاع الجسم. انا لازم اكون واخد بالي قوي من الحتة دي، الكور بتاع الجسم لازم يكون مشدود بشكل تلقائي عند اللعيب. انت بتحسن الحاجات دي من خلال الاوضاع. يعني ايه اوضاع؟ احنا زي ما قلنا 3 اوضاع: ستريت، هولو، ارشنج. الارشنج ده بيجي من الاوب اللي المفروض حضرتك كمدرب تكون عارفها، الاوبة اللي بتتعمل على الارض.
طب يعني ايه ستريتنج؟ ستريتنج يعني اللعيب بيتعود ان هو يفرد جسمه. طب يعني ايه هولو؟ يعني بخلي اللعيب يعمل وضع الهولو من خلال الانبطاحات، من خلال طبعا التمارين موجودة في كل حتة، انا مش بشرح تمارين، انا بنتكلم مع بعض عن الكودينج. انا لو عايز اشرح تمارين انا ممكن اجيب اللعيبة بتاعتي واوديك تمارين بالهبل، فانا ما بشرحش تمارين، انا بس بديك فكرة عامة عن القانون، وبديك فكرة عامة ازاي القانون ماشي، واحنا ازاي نبقى مدربين فاهمة القانون بتاعنا عامل ازاي. انت ممكن على اليوتيوب وتكتب كل الهولو وتكتب الستريتينج وتكتب الارشينج وازاي بيتعمل، وهتلاقي كل الحركات موجودة عندك، بس احنا بنفهم مع بعض يعني ايه الكلام ده، يعني ايه اللعيب عنده الحتة دي. يبقى من وضع الهاند ستاند انا بهدوء شديد جدا، الهاند ستاند قلنا ان هو بيعتمد على الكور، يعني ايه الكور؟ يعني الهيب، لازم اخلي اللعيب يقوي الهيب بتاعه، لازم عضلات الامامية كلها والخلفية كلها تبقى كويسة جدا، تبقى قوية جدا، لازم كتافه، كوعه، صوابعه، مشطه، ركبه تبقى مشدودة جدا، فيها فليكسبيليتي عالية، فيها مرونة يعني عالية، عيني على الايد، يبقى البالانس بتاعي محترم، بالانس اسمه، بالانس اسمه توازن. يبقى وانا بطلع البالانس او طلعت البالانس ثابت، صدري جوه قوي، كتفي مفتوح بدرجة 180 درجة بين الكتف وما بين الايد 180 درجة بالظبط، الهيب بتاعي مشدود، الكور بتاعي مشدود قوي ومفتوح عامل ستريت. يعني ايه كور؟ قلنا يعني من الهيب للمشط، كل الكلام ده يكون مشدود بشكل كبير جدا. يبقى from handstand to L او from handstand to straddle او زاوية فتح. الزاوية الفتح معتمدة على ايه؟ برضو معتمدة على ان صدري جوه، معتمدة ان ايدي وكوعي كويسين شايلني، دراعي كتفي شايل، مشتي زاويتي تبقى مرفوعة. ده هيجي منين؟ قلنا هيجي من حاجتين، صدري كويس، كتافي كويسة، واهم حاجة وهي تالت حاجة ان يبقى عندك فليكسبيليتي عالية. يعني ايه فليكسبيليتي عالية؟ يعني بيبقى مرونات اللاعب بتاعتك حلوة جدا عشان يعرف يشيل الزاوية. اي اسئلة تاني في الكومنتات ان شاء الله، وممكن اطلع لايف مع حضرتك او مع حضرتك نتكلم في الموضوع كتير. بعد كده البرنس فيرتيكلز، يعني ايه البرنس فيرتيكلز؟ الزاوية الفي من الاخر يا جماعة. الزاوية الفي دي عبارة عن ايه؟ زاوية ضم او ال، ال ست، واطلع لحد الفي، اطلع لحد الفي او اطلع لحد الفي ست. الفي ست ده بسيط جدا، سهل ان وضع الكتف يكون جنب الهب، جنب الكور، تمام؟ والال بتاعتك ما ينفعش ان انا ارجع بالهب اعمل كده خالص، لازم ال، انا ايدي اهي محطوطة على الارض بحيث ان الهب ما يرجعش مني لورا، لازم اللعيب يتعلم الحتة دي، ما ينفعش ان ال ترجع لورا، ما ينفعش ان الهب يرجع لورا، لا انا الهب يكون جنب الايد ما يبقاش ورا الايد، دي خطوة مهمة جدا. وهو بيطلع الزاوية الفي، عشان يطلع الزاوية الفي ايه المطلوب؟ عضلات بطن كويسة جدا، عضلات امامية وعضلات خلفية كويسة جدا، مشط وركب مشدودين، برضو فليكسبيليتي. يبقى احنا هنرجع لثلاث حاجات اساسية، ماسلز محترمة سواء العضلة الامامية العضلة الخلفية، صدر محترم بيعرف يدخل صدره، كتف كويس، فليكسبيليتي تاني بتاعت الفليكسبيليتي بقى بتاعت العضلة الخلفية، مرونات سواء بقى كانت جراند كروت زي ما احنا بنقول، او ان انا اعمل فليكسبيليتي للعضلة الخلفية اللي ورا دي. بعد كده الفي سيت ويز ليجز هوريزونتال، دي الحركة رقم 3 عند حضرتك في الجدول. انا ماشي كده، انا ماشي كده يا جماعة عشان بس محدش يتلخبط، انا ماشي كده، لو حضرتك خدت بالك هتلاقي ماشي من الشمال لليمين. انا دلوقتي في الحركة رقم 3 مكتوب في سيت ويز ليجز هوريزونتال وثبات ثانيتين، اسمها مانا او المانا. المانا دي بدل الفي هكمل شوية واوصل للوضع البايكد، الوضع البايك، البايك وضع البايك فوق وشك، كل رجلك بقت فوق ايدك. نفس القصة انت هتطلع للفي وهتقلب من الهب. انا عشان اوصل للمانا بخلي اللعيب او بقول للعيب ايه؟ بقول للعيب يعني هي كلمة واحدة، الهب بتاعك انت بتخلي الهب بتاعه يطلع فوق الراس، وبقى بتعمله تمارين كتير بالاستك،
يعني هو التمارين برضو موجودة، بس هو انا بقول لك افضل تمرين ممكن حضرتك تعمله اللي هو بالاستك، بتخلي الهيب يقلب ويرجع يقلب ويرجع عشان يبقى معاه. بتركب الاستك في رجله وبتركب الاستك ورا راسه، تمام، بتخلي اللعيب يطلع في وينزل، يطلع في وينزل، بحيث ان هو لما الاستك يسيب شغل الترددي، شغل الفريكونسي، هو اسمه فريكونسي، شغل التردد ده كله بيقوم جايب معاه نتيجة ان هو يخلي الهيب يشتغل، بحيث ان الهيب يقلب 180 درجة يروح الناحية التانية. الفي هي عبارة عن 45 درجة، تاني المانا هي عبارة عن 180 درجة. طبعا اعتمادي الكلي على ايه؟ اعتمادي الكلي على الكتف ده مبدئيا، اعتمادي الكلي على العضلة دي تروي، هتلاقي تمارين لضغط، للضغط هيقوي التروي، تمارين في تمارين شد بتقوي التروي، عضلات بطن برضو كويسة جدا، فليكسبيليتي عالية جدا 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 عشان يعرف يجيب رجله عند وشه. طبعا انت عندك في اللاين الاولاني 5 و6 مش موجودين، ما فيهاش حركات. بعد كده فروم ستاند سيوز بريس تو هاند ستاند، بريس بالانس من وانت واقف، يعني انا واقف كده بنزل اعمل بريس بالانس فتح، دي حركة بسيطة جدا، انا واقف اهو بنزل احط ايدي على الارض واقوم جايب البريس بالانس بتاعي. طبعا تخلي بالك جدا كتفه طلع قدام، في ديدكشن، في خصم، بدأ يتني كوعه، في ديدكشن، فتحة رجله، كتفه، كوعه، وصل البالانس، فتح بطنه، مفيش صدر، الكلام ده كله انت كمدرب لازم تخلي بالك منه. انت ممكن تقول طب ما هو عمل الحركة، لا هو ما عملش الحركة، هو الديدكشن بتاع الحركة قد ايه؟ في حاجة اسمها الديدكشن، انا لازم ابقى ماشي بالاي سكور بتاعي، يعني انا لازم ابقى ماشي، انا لازم ابقى عندي وعي كويس جدا هيتخصم له قد ايه في الحركة، عشان لو كده ما يعملهاش اصلا. فانت لازم يكون عندك وعي في الحتة دي كويس جدا. فهو انا وانا نازل احط ايدي كويس جدا جدا قدام صوابع رجلي بالظبط، تمام، وانا طالع بقوم سايب الارض بالراحة جدا لحد ما اوصل لوضع البايجد، بقى البايج فوق عيني اكني بالظبط عامل مانا بس حاطط ايدي على الارض، تمام، عامل مانا، عامل بايجد كده، ايدي على الارض اهي ورجلي اهي، سبت الارض، كل ده انا عامل بايجد، افتح رجلي بالراحه جدا لحد ما اوصل للبالانس. بعد كده بايجد بودي ستريت ارم، يعني ايه بايجد بودي ستريت ارم؟ بايجد بودي ستريت ارم يعني نفس البريس بالانس اللي فات، بس هيبقى بايك واطلع للبالانس، بسيط جدا، هي هي الحركه اللي فاتت بس رجلي مضمومه. طيب يقول لك ستريت بودي بنت ارم بريس تو هاند ستاند ويز ليجز توجذر، وبرده فيها ثبات 2 ثانيه في الهاند ستاند، كل اللي انا قلته ده لازم ثبات 2 ثانيه عشان الحركه تتحسب، ولا الحركه عمرها ما هتتحسب، تمام. ستريت بودي بنت ارم، انا نايم على الارض اطلع واقوم تاني ايدي، واقوم تاني ايدي زائق لحد ما اوصل البالانس، تاني انا نايم على بطني على الارض اقوم تاني ايدي شويه ارشنج لحد ما اوصل للبالانس واقوم زائق الارض عامل هاند ستاند. الحركه دي محدش بيعملها، وهي يعني من الحركات اللي مش مستغله، ما هي حركه صعبه واخده قيمه قليله. هنتكلم دلوقتي عن القيم، انا بس سبت القيم في الاخر، ان شاء الله هيبقى اخر حاجة انا هتكلم فيها. طبعا الحركة دي صعبة ومش سهلة خالص، واخدة قيمة قليلة، هي معتمدة على عضلات الظهر بشكل كبير، معتمدة على عضلات الكتف بشكل اكبر، ولازم لما تطلع تقفل صدرك عشان تلحق تثبت الثانيتين، وفي الاخر هي قيمتها قليلة. هنتكلم تاني عن القيم، تمام، مع بعض كده. احنا لو رجعنا للبالانس زاوية او للبالانس زاوية ضم او زاوية فتح، دي حركة ايه؟ طب يعني ايه يا كابتن ايه، او يعني ايه بي، او يعني ايه سي او دي او اي او اف او الكلام ده؟ كل حركة في الجمباز ليها قيمة معينة. يعني ايه؟ يعني حضرتك الجمباز الكود ده اتقسم قيم من اول الايه لحد وانت طالع لحد الزي لحد الزد. طيب الايه ده بكام؟ طبعا مفيش زد، احنا اخرنا في الصبيان اتش، اخرنا في الصبيان اتش قيمتها 0.9، 9 من 10. طبعا عندك في البنات سيمون وصلت للاي ما شاء الله يعني عليها، بتعمل حركه قيمتها درجه، ودي حاجه خياليه في الجمباز، خياليه. البالانس تو زاويه، البالانس عشان تنزل منه زاويه
دي حركة قيمتها ايه؟ بعشر. عندك الزاوية في قيمتها بي، تمام، بعشرين. المانا قيمتها سي بتلات اعشار. سويس بريس بالانس اللي هو بريس بالانس استراد الفتح قيمته ايه؟ بعشر. البايك دي بودي بريس بالانس قيمته بي بعشرين هو، والبنت ارم زي ما قلت حضرتك قيمته عشرين، وممكن يتخصم لك فيه كتير جدا. وان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. طبعا احنا هنكمل مع بعض ان شاء الله باذن الله، هنكمل 5 حركات في خلال 3 أو 4 أيام الجايين. أرجو الاستفادة من الفيديو، وأرجو شير وسبسكرايب لأي حد مهتم، أو تبعت لأي حد عايز يهتم بالجمباز. شكرا، مع السلامة جدا. بس هو اعتماده الكلي على